في الأراضي المقدسة، انطلقت قافلة الميلاد من مدينة بيت جالة باتجاه مدينة بيت لحم وصولا إلى مدينة بيت ساحور بحضور رسمي وشعبي وعلى أصوات الترانيم الدينية. في شك، ورغم جائحة الكورونا ورغم كل الصعوبات اللي بنمر فيها من احتلال وغيره، وضع اقتصادي سيء، لأنه أعياد الميلاد دائما هي أعياد للفرح والأمل بتجلي أفق سلام جديد. وبالتالي أصرينا نحن في اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس وفي بيت لحم بكل قطاعاتها السياسية والاجتماعية والأجهزة الأمنية على أن نقوم بهذه الفعالية، وذلك يعني لإدخال الفرحة إلى أطفالنا وشعبنا الفلسطيني، ولإرسال رسالة إلى العالم، رسالة أمل وسلام، إنه هذا الشعب شاء من شاء وأبى من أبى لابد أنه يتحقق له الاستقلال والعيش الكريمة، وكل عام وأنتم بخير. هذه القافلة إن دلت على شيء هي تدل على رمز الصمود للشعب الفلسطيني مسيحيين ومسلمين، وإنه أعياد الميلاد هي أعياد تبشر دائما بالخير والسلام. ولكننا نحن تحت الاحتلال الغاشم، هذا الاحتلال الذي لا يفرق بين مسيحي ومسلم، فنحن اليوم رسالتنا هي رسالة سلام إلى كافة العالم بأن ينظروا إلينا، الشعب الوحيد الذي ما يزال يرزق تحت طائلة الاحتلال. هذا الاحتلال يجب أن يزول، وهذا الشعب يجب أن يعيش، ونحن باقون على هذا الأرض. وكل هذه الأعياد هي إن ترمز إلى صمود وجودنا، إلى بقائنا على هذه الأرض، وأن يعني نحاول ببناء مؤسساتنا وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.